لكم البنات اليوم راح نديروا مع بعض المحاجب. على بالي هذه الوصفه يحوسوا عليها كامل الجزائريين وكامل يحبوا يديروها ويحبوا ينجحوا فيها. انا راح نعطيكم واحد الوصفه معتمده عليها ونخدم بها غير هي، يعني ما شاء الله وصفه ناجحه 100%. واش فيها؟ فيها كيلا كما راهو واضح هنا، دقيق موين، كيلا دقيق متوسط، سميد متوسط. فيها زوج كيلات كما راهو واضح تاع سميد رطب. فيها نص كيلا فرينه. فيها هنايا مغرفه خل تاع الماكله. فيها الملح والماء حسب الحاجه. بون دوك نجوزو مباشره لطريقه تحضير العجينه. نبداو بالعجينه ومن بعد نجوزو للتكتوكه. بون البنات، نجيبو جفنه اللي نخدمو بها، الصفايه ولا السيار ولا باش تخدمو نتوما. نبداو نديرو في الدقيق تاعنا، نبداو بالسميد المويه ولا باي ولا بالفرينه ولا دقيق الفين كيما حبيتو. بون نغربلو كامل السميدات تاعنا، شابة تاع سميدات. نزيدو لافارين، غلبنا كيما شفتو السميد الفين والسميد المويان والفرينه مع بعض. نديرو حفره في الوسط، نديرو المغرفه تاع الخل. المغرفه تاع الخل هنا الدور تاعها وشنو نعتبروها كمحسن. نديرو الملح تاعنا هنا حسب الحاجه، ما تكثروش الملح باسكو تشكتوكه ديرو حسابها. ونبداو نضيفو في الماء حتى نتحصلو على عجينه. العجينه ما ديروهاش داريه بزاف باسكو راح ندلكوها. البنات هنا ضفت الماء الكميه اللي نحتاجها، دوك هنا نبداو نطمو في العجينه تاعنا. ما ديروهاش جاريه بزاف باسكو راح تولو اشاك فوا تخرجوها من الساشي. دوك نوري لكم لا ميثود تاعي. تخرجوها من الساشي وتبلو يديكم ولا البلون دو ترافاي تاعكم بالماء وتدلكوها حتى تحصلوا على القوام اللي راكم حابينه. بون انا راح نعطيكم واحد الطريقه ما تتعبوش فيها بزاف العجينه وتعطيكم نتيجه روعه. دوك البنات انا واش ندير هنا، نحي العجينه تاعي من الجفنه ونحطها في البلون دو ترافاي ونوري لكم كيفاش نكملوها. بون البنات العجينه اللي تحصلت عليها هذه هي. دوك انا هنا واش ندير بعد ما طميتها مليح، طميت العجين تاعي مليح من الجفنه كيما راكم تشوفوا، ندلكها شويه فوق البلون دو ترافاي كيما يقولوا، نديها ونرجعها شويه. هنا واش ندير لها؟ كي نخدمها هكا بهذه الطريقه هاني موجده ساشي مبلاتو بشويه ما نحطها داخل الساشي، نخليها تريح مده ساعه. انا المحاجب كي نكون راح ندير لهم كيفاش نوجدهم الصباح، نوجد لاباط الصباح ولا العشيه ندير التكتوكه تاعي تكون وجدت لي هكا ما نتعبش في لاباط بزاف وما ندلكهاش بزاف او ميم طون، يسمى كيما نقولوا تدلك روحها براحها. انا هنا لي موجده الساشي هاوليك نشم خاتو بشويه ما تحبوا ما دافي ولا ما بارد كيما هو لكم باسكو رانا في زمان الصيف. دوك انا هنا واش ندير لها؟ نطمها كيما راهي هكايا، نعاود نردها في الجفنه تاعها، نغطيها بطرشونه. دوك نغطيها بطرشونه نخليها تريح ساعه، نعاود لها هاد العمليه ثلاثه خطرات اربعه، ندلكها شويه الا مخصوصه ما نزيد لها، ونعاود نردها في الساشي نبلل بالماء. صافي كيفاش نعاود لكم الشرح. دوك العجينه نخليها تروبوزي مده ساعه، انا العجينه تاع المحاجب نوجدها الصباح، نخليها تروبوزي مده ساعه تريح، نعاود نحيها من الساشي ندلكها شويه ميم با خمس دقائق، نعاود نردها في الساشي يكون مبلل بالماء ونزيد نخليها تريح حتى نتحصل على النتيجه اللي راني حبتها. المهم انا مقادير كما يقولوا تاع السميد موايا والسميد رطب والفرينه والملح والخل يتمد لكم نتيجه روعه. بون حنا العجينه تهنينا منها، نجوزو للتكتوكه. البنات عاودت وليت ليكم بعد ساعه، عاودت وليت العجينه تاعي هنايا كما راكم تلاحظوا. دلكتها شويه واحد السامين وتعاودت رديتها في الساشي، زدت لها لا دوزيام فوا نفس الطريقه، لا ثوازيام فوا وهذه رابع مره. شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها، هذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها كما راكم تشوفوا. بون كيما خلطنا المقادير تاع السميد موايا وسميد الفين الرقيق كامل والفرينه، درت لهم الملح والخل، عجنتهم شويه، درتهم في ساشي مشمخ بالماء، ومن بعدها خليتهم يريحوا واحد الساعه. ومن بعدها وليت كل نص ساعه نعاود نجبد العجينه تاعي وندير لها نفس الطريقه، ندلكها شويه واحد الخمس دقائق ونعاود نردها في ساشي مبلول. تحبوا ما سخون تحبوا ما بارد باسكو رانا في زمان الصيف. هذه هي العجينه اللي تحصلنا عليها.
كيما راهو موضح هنايا. شوفوا كيفاش هاي كطبطق، يعني الله يبارك. دوك انا هنا واش ندير، نشكلها ديبول ونحطها في السنيوه ونعاودو نرجعو. البنات هاني عاودت وليت بعد ما شكلتهم كويرات كيما راه موضح هنايا. دوك هنا ندهنهم بالزيت، نغطيهم بالساشي باش ما يبسوليش، ونجوزو نحضروا تكتوكا مع بعض. بون دوك ندهنوا السطح كامل تاع الكويرات تاعنا هكذا بالزيت، نغطوهم بساشي اللي نكون قسمتوها تاع على اثنين على حسب السنيوه اللي حطيت فيها الكريات تاع المحاجب. نغطيهم بطرشونه ونحطوهم بجنب هكذا، ونجوزو نحضروا التكتوكا. بون البنات حنا نجوزو للتكتوكا. التكتوكا ديالنا واش فيها؟ فيها كميه تاع البصل كيما راه موضح هنايا، فيها كميه تاع الطماطم، فيها طوماطي حبه، فيها زوج حبات طرشي كيما راهم هنا منقيين وواجدين، يسمى واش كاين هنا كلشي مغسول. فيها طوماطي شعولب، فيها سنينه الثوم، الزيت، الملح ما نساوهش، فيها كركم عكري، فلفل كحل، وراس الحانوت. دوك واشواغ، دوك الا عندكم الاشواغ فاش تقطعوا البصل باش تجيكم الكميه كبيره ويجي بنين خير ما تقطعوه كيما كنا بزمان. واللي ما عندهاش اشواغ معليش تقطعوا بالموس، تقطعوا بالطريقه اللي يعجبها هي. بون دوك انا نرحي البصل نرحي الطوماطيش ونعاود نولي باش ما يجيش لا فيديو طويل. وليت ليكم بعد ما رحيت البصل بهذه الطريقه نتحصل على هذا القوام خير ملي نقطعوه هلالات، يسمى ما نتحصلوش على كميه كبيره. بصح كي نقطعوه بهذه الطريقه شوفوا الكميه شحال جاتني. الفلفل ثاني نقطعوه بالطريقه اللي موضحه قدامكم. الطوماطيش هاي ليك مرحيه ودرت فوقها لي زيبيس اللي هما الكركم، فلفل كحل عكري، راس الحانوت، وطوماطيش عولب. الملح هاوليك القدره حطيتها تسخن فوق النار، ندير فيها كميه لاباس بها تاع الزيت، قيس فنجان باش تجينا شويه مزيته تجي بنينه. ونحطوا البصل تاعنا والفلفل هما الاولين اللي باش يدبلوا ويطلقوا الماء تاعهم. بون البنات بعد ما حطيت البصل في القدره تاعنا ندير الكميه تاع الملح باش يطلق الماء ديالو ويطيب غير في الماء ديالو، يسمى التكتوكه تاع المحاجب ما نمرقوهاش. دوك البصل يدبل هنايا، اون فوا يدبل نحطوا عليه الطوماطيش اللي رحيناها وجدناها مع بعض. بون البنات عاودت وليت ليكم البصل او دبل لي كيما راه واضح هنا. دوك هنا واش نزيدو؟ هنا نزيدو الطوماطيش تاعنا ونستناو عليها طيب، تلبينا نتحصلوا على القوام اللي انا حابينه تاع لاصوص، ونطفيو عليها نستناوها تبرد باش نبداو المحاجب تاعنا. بون البنات هاني عاودت وليت ليكم باش هنا نجوزو المرحله تاع نحلو المحاجب تاعنا. دوك هنا كل واحد بالطريقه تاعو، انا نعطيكم الطريقه تاعي الى عجبتكم خدموا بها، طريقه سهله بالخف تنحل لكم العجينه. هنا بعد ما طابت التكتوكه وخليتها تبرد صافي دولي ساعه هما يريحوا. بون هنا ناخذوا هذه الطريقه في الحلال. بهذه الطريقه كيما راهو موضح، طريقه سهله وبالخف تكملوا. المحاجب ما يتحلوش بزاف حتى يولوا رقاق، هادو ماشي مسمن، هادو محاجب. نطويو بهذه الطريقه اللي هنايا، نديروا التكتوكه تاعنا انا نحبهم شويه معمرين، على بها قلت لكم قطعوا البصل تاعكم بلاشوار باش تحصلوا على هذه النتيجه. ونطويو بهذه الطريقه. نوصلها شويه زيت هكذا من الفوق ونرفدوها بهذه الطريقه نحطوها طيب.
هاي ليك البنات كيفاش حطيت هذوك، نستنى عليها طيب ونقلبها. شوفوها كيفاش هاني طيبت هاد الحبيبات هما الاولين. نتمنى تجربوا الوصفه تاعي، الطريقه تاعي في الحلان سهله بزاف، طريقه التشكتوكه ثاني ما شاء الله. دوك نتلاقاو في صحن التقديم. راح نعاود لكم وحده يسمى ما نهدرش باش تشوفوا الطريقه مليح. بنات بعد ما طابوا هاني حطيتهم في صحن التقديم. نفتح لكم حبه مع بعض باسكو جاوا ما شاء الله. هاني البنات كيفاش جاوا، نتمنى تجربوا الوصفه. عطيت لكم وصفه يعني ما شاء الله ناجحه من الاول للاخر، من التشكتوكه حتى لاباط. نتمنى تجربوها ونقول لكم مرحبا بكم في قناتي. ابوني وديروا لي جيم لا فيديو، بارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء. نقول لكم مرحبا بكم بوغ ميل فوا. سلام سلام.